تيقنت من شيء واحد هو أن رئيس نادي بارادو خير الدين زطشي بعيد عن كل بقية رؤساء الأندية الجزائرية بمختلف أقسامها بمسافة لا تقدر بالكيلومترات، لكن في السنوات زطشي حسب رأيي المتواضع هو الرئيس النادي الوحيد في الجزائر الذي يعرف أسرار كرة القدم وكيفية تطويرها والعمل على تكوين جيل في اللاعبين الذي استعتمد عليهم تحت كرة القدم الجزائرية. أنا ما فهمتش التغير هذا 300 درجة، ما عرفتش. إذا اسمح لي خلي يتكلم زطشي الوحيد اللي يعرف أسرار كرة القدم، ما فهمتش أنا في حسين ودي أن يعطيني لماذا في 2016 عنده هناك غير عنده نظرة واليوم عنده نظرة. اليوم يا سي عمار تسمح لي، الناس اللي يتهموكم ويقولوا عليكم بأنكم اتحادية الفيسبوك ما همش غالطين، هذا الكلام اللي راك تتكلم فيه تا انا كتبته في 2016 في الفيسبوك. 2016 كنتوا انتم مازال ما لحقتوش للاتحاديه الجزائريه لكره القدم. الى تتذكر في 2016 الفريق الوحيد اللي كان عليه حديث كبير في الجزائر هو نادي بارادو. لماذا؟ لان فريق بارادو انا ما حضرتهاش هذه غير في 2016، قلتها في 2016 وعاودتها في 2019 في قناه تلفزيونيه. سالوني قالوا لي رايك احسن رئيس فريق، قلت لهم خير الدين زطشي، قلتها وما زلت نقولها. انا كي تهضر لي على بارادو وتهضر لي على خير الدين زطشي شيء، وكي تهضر لي على الاتحاديه شيء اخر. اليوم انا تكلمت على بارادو لان فريق بارادو الفريق الوحيد اللي يقدر يكون لاعبين ويصدرهم، هذا الشيء انا ما اعترف به وما ننكروش. اليوم الى تردني تهضر لي على 2016 وتقول لي واش غيرك من 2016 ل 2020، 2016 ل 2020 راهي تتغير امم وتروح امم وتجي امم. اليوم ما نبقاوش نتكلموا على واش قال حسين جناد في 2016، هذه هي الحقيقة. جيد. أنا قلتها ونعاودها. أنا قلت خير الدين زطشي أحسن جيد. رئيس فريق، أما الاتحادية فهو أضعف رئيس اتحادية عرفته الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.